المؤلف رحمه الله قبول تأخير وتعريفين لما أخبر عنه. هذه شروطه، شروط الاسم المخبر عنه أن يقبل التأخير. الأسماء الملازمة للصدارة لا يخبر عنها، أسماء الاستفهام لا يخبر عنها، ما التعجبية لا يخبر عنها، كم الخبرية لا يخبر عنها، أسماء لا تقبل التأخير. شرط المخبر عنها أن يتأخر. وتعريف الأسماء التي لا تعرف مطلقا كالحال والتمييز عند البصرية لا يخبر عنه لأنه لا يتعرف. هذا الشرط الثاني، شرط قبول التأخير ومتأخر، كل الغنى عنه بأجنبيين. أين دفترك أو كتابك؟ لمن هذا؟ قبول وتعريفه مثال وكيف غنى عنه بأجنبيين. تقول زيد أكرمته، لا يجوز أن تقضى عن هذا في أكرمته، لأنك لو أخبرت عنه إذا قلت الذي زيد أكرمته هو الهاء في أكرمته جعلته هنا، الهاء التي جئت هنا أكرمته إذا قدرتها عائدة على الذي بقي المبتدأ بلا رابط، والمبتدأ لا يخبر عنه بالجملة إلا إذا كان هناك رابط، وإذا قدرته عائد على الزيد بقي الذي بلا عائد، وانخرمت قاعدة هذا مثل هذا لا يجوز. أنا أقول كالغناء عنه بأجنبي أو بمضمر لا بد أن يكون يحل محله الضمير، إذا كان في اسم في موقع لا يقع فيه الضمير لا يخبر عنه. ضربوا ذلك مثلا يقولون سر، شوف سر أبا عمر قرب من زيد الصالح مثلا، قرب تستطيع أن تخبر عن عمر أبوي الذي سر، تستطيع أن تخبر عن عمر لأن الضمير يضاف إليه، فتستطيع أن تقول الذي سر أباه، واضح؟ عمرو مجرور وضع محل الضمير مجرور، الذي سر أباه قرب من عمر ولا من زيد الكريم عمرو، واضح؟ عمرو هنا واقع مضاف إليه، الضمير يضاف إليه ولا يضاف، تقول كتابه وقلمه، واضح؟ لكن أباه لا يخبر عنها لأن الضمير لا يضاف، الضمير يضاف. كذلك قرب، قرب هنا لا تستطيع أن تخبر عنها لأن المصدر لا يتعلق به شيء، وقرب تعلقت بها من عمل الكريم، عمر لا يخبر عنها أو زيد لا يخبر عنها لأن الضمير لا ينعت، والكريم لا يخبر عنها والصالح لا يخبر عنها لأن الضمير لا يصف، لا يقع نعتا، فهمت؟ لكن تستطيع أن تخبر عن المضاف والمضاف إليه فتقول أبو عمرو، واضح؟ وتقول الذي سره مفعول به ظالم حد سره قرب من زيد الصالح ابو عمرو، وتستطيع ان تخبر عن المصدر وما تعلق به لا حرج عليك فتقول قرب من عمرو الكريم، قرب من عمرو الكريم، وتقول الذي سر ابا زيد ما هو قرب من عمرو الكريم، وتستطيع ان تخبر عن الناس والمنعوت تقول عمرو الكريم، وتقول الذي سر أبا زيد قرب منه عمرو الكريم. أنا قولين كذب غير نعم بأجنبي أو بمضمر أو معناه هو شطر فراعي ما راعوا، انتهت شروطه الأربعة المهمة. أبوي ثم ماذا قال؟ كذلك الإخبار بأذ كالأول. أعطيني ورقة أخرى أيضا. وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل وقد يخبر بأل بنفس الشروط الأربعة ويتزيد ثلاث شروط أخرى، أن تكون الجملة فعلية وأن يمكن صو صلة لها، وذلك يرتضي أن لا يكون فعلها جامدا ولا منفيا، وهذا ظاهر من النص كله. قال وأخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل وقد تقدم أي جملة فعلية إن صح صو صلة منه لأل، وذلك لا يقع إلا إذا كان فعله مثبتا وغير جامد. أبوها عسى لا تقع أو لا يقوم زجرة سباع ناصر. قال كصوي واقف تقول وقى الله البطل، وقى الله البطل، إذا أحد تخبر عن الله جل جلاله تقول تجعل الله هنا جل جلاله ربنا، تقول الواقي البطل الله،
وإذا تخبر عن البطل تقول البطل براه، وتقول واقيه الله البطل. ثم قال رحمه الله: وإن يكن ما رفع صلة الضمير غيرها وبينه وانفصل. إذا كان ما رفع صلة الضمير غير بينه وفصله. وهذا مفهوم من قول ابن مالك في أول الكلام. أول كلام قال: والمفرد الجامد فارغ وإن اشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلام ليس معناه له محصلا. كذلك هنا يقولون: بلغت من الزيدين إلى العمرين رسالة سوف أخبر عن نفسي، فأقول هنا أنا وأقول المبلغ. أخبرنا ما هو بالذي قال المبلغ من بالضبط المبلغ من الزيدين إلى العمرين رسالة منه هو أنا. فلاحظ أنه صلة ال رفع الضمير على ال لأنه ال هي أنا، لأن الخبر عن المبتدأ جلت الصلة على من هي له، جلت الصلة على من هي له، فاستفر الضمير. البقية المثال لا بد من إبراز الضمير. سوف أبلغ عن الزيدين، أقول الزيدان ماشي، وأقول المبلغ أنا برص الضمير بلغ أنا من هما إلى العمرين رسالة منه الزيدان. لاحظ أن صلة ال رفع الضمير لا لا لأنه ال خاصة بالزيدين والفاعل أنا أبوي فأبرزته. سوف أبلغ عن العمرين المعروف انها المعروف انه موصول بارك الله توصل اجوبه جاءت نفسك. خلي هنا العمرين تقول لعمرونا ابو، وتقول المبلغ انا من الزيدين اليهم رساله لعمرونا ابو. واذا اخبرت عن الرساله اقول رساله، وتقول المبلغ مبلغها انا من الزيدين الى العمرين ما هي رسالته. أنا أقول وإن يكن ما رفع صلة الضمير غير أن وبينه وانفصل وهو أنا في هذه الأمثلة. ممكن جدا تحذيفها أبويا إتباعا لقوله والحذف عندهم كثير منجلي بعائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجوها المبلغها مبلغها مبلغها لا تحذفه لأنها الدليل على اسمية المعروف أنه الصفة المنصوب بوصف إذا كان الوصف صيغة لأن لا يحدث المنصوب بوصف أبوي تقول هند أنا المكرمها أبوي تذكره ولم يحدث إلا في الضرورة نحو ما المستفز الهواء محمود عاقبته ما أحسنت البقى